عمت عمت يجمعنا حب وحنان في هذا طبعا نتكامل برنامجنا من شاشة بث ذهبية. صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد. صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد. هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يسمو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا. سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا الأعزاء. مبارك لنا ولكم بمناسبة عيد الله الأكبر الموافق في 18 ذي الحجة الحرام سنة 10 للهجرة. عاد الله علينا وعليكم أصدقائنا الحلوين بالخير والبركة والثباتنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. أيامكم سعيدة أبو عبد الله والثبات على الولاية. أهلا وسهلا بك. أيامك سعيدة وكل عام وأنت بألف خير وجعلنا الله أنا وياك لأن إحنا أصدقاء دائما. أكيد أكيد والجميع أبو عبد الله أصدقائنا إن شاء الله والثبات على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام حسين. وأنا هنا طبعا أحب أستثمرها ونوه المشاهدين الكرام أنه يستمرون ويانا بحلقة اليوم لأنه غالبية فقراتها مخصصة اللي هي مناسبة عيد الغدير عيد الله الأكبر. وإن شاء الله إحنا وياكم مستمرين بتقديم أجمل وأحلى الفقرات. وهسه خلينا نشوف صديقنا مهدي شنو عنده من كلمات رائعة مثله يوجهها لكم. سلام عليكم ملا. عليكم السلام. أهلا عمو أبو عبد الله وأهلا عمو فرحان وأهلا بكم مشاهدينا الكرام وحياكم الله. وبداية نقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عمو فرحان. ونهديكم أجمل العبارات وأجمل التهاني بعطر الورود بهذه الذكرى العطرة اللي إحنا لازلنا نعيش هذه الأيام الجميلة والفرحة أيام عيد الغدير الأغر عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وإحنا بدورنا أكيد نرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه وإلى مراجعنا العظام والعالم الإسلامي أجمع بهذه الذكرى العظيمة جدا. أسأل الله تعالى وإياكم إن شاء الله أصدقائنا الشطار أن نتوفق جميعا لإحياء هذه الذكرى العظيمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ها نحن ذا نلتقي معكم أصدقائنا المشاهدين في حلقة مباشرة من برنامج عم فرحان الذي يأتيكم كل أيام الأسبوع ما عدا الأربعاء والخميس في تمام الساعة الرابعة عصرا مباشرة على قناة كربلاء المقدسة. إن شاء الله اليوم راح نبدأ أول فقرات برنامج عمو فرحان ولكن بعد الفاصل كونوا معنا. Thank you.
وجيري من بسر الغيب على صلي يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعم ذلك المبعوث طاهر. سلام عليكم. كل عام وانتم بخير. طبعا بمناسبه هاي الفرحه استريح الله والله تخجلني دائما. لا العفو عبد الله حياك الله انا سهلا. طبعا مثل ما تعرفون بهيك مناسبات عمتكم عبد الله ما تفوتها سواء فرح او حزن ومحضره الشربت وقالت لي دزي حسوني حتى شنو يجي ياخذ الشربت وزع علينا كل احنا بشارع الاصدقاء. الله يوفق خاله عبد الله. طبعا ما دام قعدتنا الحلوه ان شاء الله راح يتخلى لها هواي من الاشياء الجميله خصوصا ان شاء الله بيها شربت يعني اكيد شغله حلوه. هي طبعا صح. طبعا طبعا واحنا ما دام صديقي مهدي موجود فما راح يعوفنا بدون شيء واكيد راح يسمعنا في شيء جميل لان اكيد هاي المناسبه عيد الله الاكبر. قصدك يعني ملا مهدي راح ينشد لنا فت قصيده حلوه من خلال هاي حنجرته الذهبيه. طبعا اكيد اكيد. عمو عبد الله صدق كذي شلون اتخلف عن هذا الشرف العظيم بارك خصوصا بارك. اليوم انا محضر قصيده كلش حلوه ان شاء الله تنال رضاكم على هذه الذكرى العظيمه والعطره. بس قبل ما اقراها ساعدوني بالجواب وياك يعني وياك ان شاء الله حتى جميعا ناخذ الاجر والثواب ان شاء الله. زين بالبدايه صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. وين ورودكم بايديكم الورود. يلا خصاك ربك لينا يا علي يا علي وانت علي مبارينا يا علي يا علي خصاك ربك لينا يا علي يا علي وانت علي مبارينا يا علي يا علي بجفك امس يلي ردت الشمس فرحتك ما تنوصف شوك بعيون الرجس بعيدك الكون بتشار والقلب يهمس همس والقلب يهمس همس. يا رحمة الله وخيره يا علي يا علي وانت اساس الغيره يا علي يا بعد بعد علي. يا رحمة الله وخيره يا علي يا علي وانت اساس الغيره يا علي يا علي. طلقت هالدنيا بد من حياتك يا علي وانت اول ما قلت غير ربي منه لي ما يغرك العرش من الله شانك يعتلي من الله شانك يعتلي. ما فكرت بقصورها يا علي يا علي. والدولة انت تدورها يا علي يا علي. ما فكرت بقصورها يا علي يا علي. والدولة انت تدورها يا علي يا علي. يا شيعتك فرحانة لك اليوم كلها تبايعك تبايعك يا حيدرة بفرج صوت تسمعك يا علي البيعة إلك ومو الثاني تعاهدك مو الثاني تعاهدك وبصم غدير البيعة يا علي يا بدوة ومرفوع كف الشيعة يا علي أعلى وبصم غدير البيعة يا علي يا مرفوع كف الشيعة يا علي يا علي رفع كفك محمد يا علي الكرار بيكم حي توصل لا لا رفع كفك محمد يا علي الكرار بغيرك ما رضى والي العلي الجبار وعلنها بالغدير والوالي حيدر صار ها اخوتي ها شو ما اسمع صوتكم ها بارينا ما يرضى بغيره بارينا ما يرضى بغيره بارينا ما يرضى بغيره
ابدا. الله وياكم ان شاء الله على ولايه ومحبه ونهج مولاي امير المؤمنين. بارك الله فيك. طيب الله فيكم انتم كذلك. الله يوفقك. حسوني ما اعطيتني شربت حسوني. حسوني شربت للملا. شكرا جزيلا. تسلم. حسوني حسوني اجى بالوقت المناسب. نص القصيده طب طلع عصير. الف عافيه الف عافيه. حسوني ان شاء الله ماجور. ان شاء الله. ام عبد الله شو تقول؟ عاشت ايديكم. هسه قبل ما نشرب الشربت خلي نشوف بنيتي بنين شو محضرتنا اليوم. بس قبل يعني ما ننتقل لبنيتي بنين انا طبعا اشكرك جزيل الشكر على هاي القصائد الرائعه. الله يسلمك. وعلى هاي الكلمات ايضا وتحياتنا ايضا للشاعر اللي كتب هاي القصيده. وان شاء الله دائما هيك بافراح ومسرات ودائما هاي حناجرنا تصدح الى بيت محمد صلى الله عليه وسلم. اكيد دورني خليني اوجه رساله شكر وتقدير لشاعرها المبدع صديقي العزيز محمد العيساوي من النجف الاشرف اللي رسل لنا هذه القصيده والحمد لله رب العالمين لحناها في وقت قياسي خلينا نقول بحضور سعيد وحزين والحمد لله رب العالمين توفقنا لقراءتها في شارع الاصدقاء حتى تعم الخير والبركه ان شاء الله. هاي نعمه. هسه وين نروح ونشوف بنين شنو محضره لنا اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عم أبو عبد الله بالبداية عشتيتكم على هذه الاحتفالية الجميلة وأحب أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأطفال وأصدقائنا أصدقاء برنامج عم فرحان متباركين بعيد الغدير الأغر. طبعا ما زلنا إحنا مستمرين بهذه الاحتفالية وبهذه الفرحة ولكن وصلنا الآن إلى فقرة تقدرون تشاركون بها الفرحة، فقرة تدزون بها صوركم اللي تحمل بطياتها براءة وفرحة الأولاد والبنات وهم ينتقلون من مكان إلى آخر ويصورون الصور الجميلة أولا حتى يوثقون اللحظة وثانيا حتى يدزوها إلى برنامج عمو فرحان عن طريق رقم هاتف البرنامج اللي هو 0771811228. أعيد لكم الرقم 0771811228. شنو رأيكم نروح نشوف الفقرة؟ يلا خلونا نشاهدها. الآن مع صور أصدقاء البرنامج. الله يسعدك عمو فرحان. انا وسهلا ابو عبد الله.
سريع. ها شو مستعجل؟ فماك شيء؟ أنا مستعجل دائما، أحب أشوفك على طول، أقعد وياك أسولف، وعندي سؤال هماس مستعجل. أنطيك جواب مستعجل تدلل. شنو هو السؤال؟ ما سألتني. هو ده أسهل. إحنا نريد نوه لأصدقائنا على مشاركاتهم، زين، صورهم، زين، الفقرات الحلوة اللي دائما يدزوها، بس هم يسألونا، وجهونا أسئلة كلش هواية. يعني أكو قسم مثلا رواديد يقرون قرآن، يرسمون، يقرون أناشيد، فيسألونا دائما شلون نتواصل وياكم ويا البرنامج، بلكي يتوضح لهم. احنا اكثر من مره قلنا بالحلقات السابقه، زين، اول شيء يعني فرحان ليش؟ لانه اصدقائنا دا يتابعون ودا يسالون، زين، وان شاء الله ثاني يعني عمو فرحان، فاكيد فرحان. الشغله الاخرى احنا هسه تعطيني الجواب. ايوه جايك بالطريقه ابو عبد الله، على كيفك وياك. عيني ابو عبد الله، احنا مو نوهنا لهم، قلنا لهم اكو عندنا تليفون بي واتساب، يقدرون يدزون صورهم، صحيح، مشاركاتهم، زين، استفساراتهم، مو صحيح؟ وبالإضافة إلى ذلك خصصنا لهم أرقام على الواتساب، من تصير قرعة نعرف الفائز منه بكل سهولة. رقم موبايل البرنامج تقصد؟ موبايل البرنامج. بالله هو شقد؟ هو شقد؟ 077-18-11-22 ثمانية ثمانية. وهسه بعض أطفالنا ما لكم عذر، أصدقائنا الحلوين، مو بعدين هم يشوفوني ويسألوني ها أبو عبد الله شلون نتواصل؟ والدليل عمو فرحان هسه ذكر لكم طريقة التواصل ويانا، وخلي عمو فرحان يسولف وياكم بعد حتى شنو يقنعكم اكثر شلون تتواصلون وشنو الدليل على هذا التواصل. أبو عبد الله أنا ليش دا أقنعهم أكثر؟ وهسه لح يشوفون بعينهم ويسمعون بأذانهم، زين، أنه مشاركاتهم لح نقراهن هسه، مشاركات الأصدقاء. الآن مع مشاركات الأصدقاء. من مثلي بالعباسي وصلي، من مثلي بالعباسي وصلي، في الروضة نكسب خبرات نتعلم سر الحياة، في الروضة نكسب خبرات نتعلم سر الحياة، عن بلدي عن أهلي، من مثلي. صلوات على محمد. ما شاء الله، شنو هاي التعليقات الحلوة؟ أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام، وصلنا الآن إلى فقرة حصاد الحلقة. طبعا راح أحاول أقرأ حسب ما يسمح بي وقت البرنامج، فخلونا نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن قبلها مشاهدين الكرام قاعد تجينا اتصالات عن طريق هذا الهاتف، للأسف إحنا ما نقدر نجاوب عليكم لأنه مشاهدين الكرام كل شيء مخصصي لفقرة، وفقرة الاتصالات راح تطلع بعد شوية بعد كم فقرة من البرنامج. أما الآن فقرة حصاد الحلقة اللي إحنا نقرأ بيها صوركم، نشوف مثلا بها رسائلكم، تعليقاتكم وغيرها. خلينا نبلش بسم الله الرحمن الرحيم. أحد المتصلين اللي هو آخر 3 أرقام 117 دازلنا صورة هذه البنوتة لابسة تشادر، الله يحفظها إن شاء الله. طبعا شيء حلو يعني بنوتة بعمر صغير ولابسة تشادر ومنها السيم ملتزمة بالحجاب. خلينا نشوف شنو اسمها. اسمها فاطمة مسلم، لأهلا وسهلا بيك فطومة.
خلينا نشوف بعد متصلين آخرين كاتبين عادة عرضين صورة أختي حبيبتي، هسه راح نعرضها في حصاد الحلقة، وبالأيام القادمة نعرضها في صور أصدقاء البرنامج قاعدة تخابر، نقول لها ألو شلونك؟ شنو هالسمايلات الحلوة؟ خلينا نشوف بعد متصلين آخرين. طبعا اسمها ملاك الله يحفظها إن شاء الله. خلينا نشوف بعد أيضا من ويانا الرقم التسلسلي 167 دازين صورة هذا الطفل الجميل اسمه رضا، الله يحفظك رضا. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين الرقم التسلسلي 508 متباركين كادر برنامج عمو فرحان بعيد الغدير وإن شاء الله الثبات على الولاية إن شاء الله للجميع. طبعا هذا التعليق طبعا شيء جدا مفرح لما نشوف تجينا هيك تعليقات، يعني دلالة على أنه أنتوا قاعد تتواصلون ويانا وهذا الشيء جدا حلو. ودازلنا صورة هذه البنوتة لازم الشهادة وناجحة، إن شاء الله دائما تكوني ناجحة ومن نجاح إلى نجاح. طبعا ما زالت الاتصالات مستمرة رغم التنويه، أكيد هذا دلالة على حبكم ولكن إحنا نعتذر منكم ما نقدر نجاوب على الاتصالات في هذه الفقرة، علما أكو فقرة راح تجي بعد اسمها فقرة اتصل وأربح، بهاي الفقرة تقدرون أنتوا تتصلون علينا وإحنا نجاوبكم ونحكي وياكم. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين صورة هذا الطفل الله يحفظه إن شاء الله، أيضا لازم شهادة وفرحان بنجاحه، هذا الشيء جدا جميل وأكيد أني أفرح وكادر برنامج عمو فرحان كلهم يفرحون لمن يشوفون هيك طالب أو جميع أصدقاء برنامج عمو فرحان ناجحين ومتفوقين. كاتبين رسالة السلام عليكم وعليكم السلام صديق البرنامج علي نزار من النجف الأشرف، يا أهلا وسهلا بكم بأهالي النجف، العمر 7 سنوات إن شاء الله العمر كله. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين أخير 3 أرقام 589 أني أحب عمو فرحان والكادر هواية وأعشق بنونة وأنا هم هواية أعشقكم الله يحفظكم يا رب. بما أنه مكتوب بي اسم بنونة خلينا نشوف التعليق، هاي القلوب إلي لو للكادر جميعا، لا إن شاء الله للكادر كلهم حتى ما يضوجون. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين دازينا صورة هذه البنوتة جاي تحتفل بعيد ميلادها عمرها 3 سنوات إن شاء الله العمر كله، شلون هيجي فرحانة والضحكة مرسومة على وجوهها. طبعا أكيد إحنا نفرح لمن أنا وياكم أو جميع الكادر نشارك في هذه الفرحة، اسمها لارين لواء، يا أهلا وسهلا لارين، كاتبين السلام عليكم وعليكم السلام متباركين بعيد الغدير الأغر، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. طبعا أكيد ألف الحمد لله والشكر، هذا فضل جدا كبير من رب العالمين عليه السلام. خلينا نشوف بعد متصلين آخرين، طبعا إذا ظلينا نقرأ أكيد راح ياخذ هواية وقت، بس أنا هسه راح أكتفي ب3 تعليقات لأن وقت الفقرة جدا قصير. متصل كاتبنا متباركين بمناسبة عيد الغدير الأغر وثبات على الولاية إن شاء الله، إن شاء الله ثبات على الولاية للجميع أكيد. خلينا نشوف بعد متصلين الرقم التسلسلي 146 السلام عليكم جميعا كادر عمو فرحان، أحب عمو فرحان وعمو أبو عبد الله وأحب مهدي وسعيد وحزين وحسون وسندباد وبنين وعسل، الحمد لله ما ناسين ولا واحد. أنا من متابعين عمو فرحان الاسم هاجر محسن من كربلاء، شكرا لكم. عفوا هذا واجبنا، خل أراويكم التعليق هذا وياه. طبعا ما ناسية أي شخص، هذا الشيء جدا حلو أنه أنتوا تتابعونا وتعرفونا واحد واحد. آخر تعليق من أحد المتصلين، السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم موالين، كل عام محب علي يزداد،
كل عام وأنتم ثابتين بالموالاة لعلي. صباحكم غديري أميري علي. طبعاً إحنا قريناها العصر فنقول مساءكم غديري أميري علي. مشاهدينا الكرام، هذا ما يسمح به وقت الفقرة. طبعاً كانت أمنيتنا أنه ناخذ بعد متصلين أكثر، ولكن هذا ما يسمح به الوقت. والآن انتقال إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج عمو فرحان. صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات على محمد. يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك. ليدي حسين، اشو من يجد اليوم لحد هسه تاخذك صفنا وتردك صفنا، واحنا فرحانين وإذا شوف شارع الأصدقاء شلون محتفلين بعيد الغدير وعيد الله أكبر. أضحك بابا أضحك، شنو الموضوع معود؟ فرحان، أنا عندي موضوع بس ما أريد أنه أشغلك فيه وما أريد أنه أضوجك من وراه. لا لا وليدي، قول قول شنو موضوعك؟ فرحان، أنا ذكي لو مو ذكي. والله شو هذا قلقني بالزايد، أكيد ذكي وليدي. زين، ولو السؤال شوية غريب لكن لا بس انه افتهم الموضوع للنهاية. وليدي حسين، انت ذكي وذكي جدا، بس ليش تسأل هذا السؤال؟ شو غريب اشوفه؟ فرحان، الصراحة انا اشعر انه ذكي بس من اجيهم سعيد او حزين يحسسوني انه انا مو ذكي ويبدون يقولوا لي هذا الكلام. ويلي منكم يا سعيد وحزين، بس اشوفكم بسيطه بسيطه. شو مسوين بالولد؟ وليدي حسين، نعم، راح اكون صريح وصادق وياك. اولا نبدي من الصراحه، واني ولو ما اشوفك يعني انت، يعني اني لو ما اشوفك انت ذكي زين ما اخليك تساعدني بالدكان، صح لو غلط؟ صحيح. واروح اكمل شغلاتي واعوفك وحدك بالدكان، صح؟ زين، اي هذا دليل على انه انت ذكي. ثانيا زين، الآن أكون صادق وياك بعد أكثر، أنا بديت بكل شيء أعتمد عليك بالدكان، وهذا صح لو لا؟ صحيح فهم. دعوف الدكان عليك وأنت تدير الدكان من بعدي، صح لو غلط؟ صحيح، وأنا أشكرك على هاي الثقة. أنا أيضا أشكرك على المساعدة، وإذا شوفني أعتمد عليك بالدكان وهذا دليل واضح على ذكائك، لكن أنت والبعض من الأطفال للأسف يتأثر ببعض الكلام الأصدقاء السلبيين. ليش؟ الذين يعملون على احباطك، يعني شو مثلا؟ يعني انت ذكي وتشتغل وكذا ويجي يقول لك انت ما تعرف، انت كذا انت كذا، يحبطون معنوياتك. لذلك نصيحتي لك ولكل اصدقائنا ان تبحث عن مواطن الذكاء. ليش؟ لانه تبحث عن المثابرين والمساعدين والإضافة لذلك اللي يفعلون من نجاحك ونشاطك يا صديقي يا حسوني، زين، حتى يطور ذكائك زين، والمكان اللي أنت تحس به قابل للتطوير أيضا تكون متمسك به، وهذا أيضا ليطور الكثير من مهاراتك. شكرا عمو فرحان، لأنك رفعت من معنوياتي ويعني خليتني أعرف زين أنه أنا ذكي، ومو بس أعرف أنه أنا ذكي، حتى خليتني إنسان إيجابي وما أسمع صوت السلبيين. الحمد لله. شفت، ومع ذلك بس أشوف سعيد وحزين أنا أعرف شو أقول لهم، وشفتوا أصدقائي هاي الكلمات البسيطة اللي حكيتها الحسوني رجعت الثقة النفسة زين. وأريد أيضا أوصلها لكم، لا تتأثرون بأي كلام سلبي باتجاهكم، خلوكم بالكلام الإيجابي. ليش؟ أنتم مبدعين، أنتم أذكياء، أنتم شطار مثل حسون. هسه وين نروح؟ اني من هاي من حكيت وياي انا عرفت يا فقره روح. وش اسمها؟ واللي هي فقره السيد ايجابي. احسنت يا سيد ايجابي، خلينا نشوفه كنا سوا. الان مع السيد ايجابي.
أنا ذكي. نعم أنا ذكي جدا، وأنت كذلك يا صديقي. كلنا أذكياء ولدينا قدرات كبيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعرف أن الذكاء أنواع، فبعضنا له ذكاء لغوي يستطيع أن ينظم الكلمات بشكل جيد ويكتب الشعر والقصص الجميلة، وبعضنا يتمتع بذكاء حركي فيستطيع أن يؤدي حركات رياضية رائعة ويمارس ألعابا مختلفة مثل كرة القدم والمبارزة والمصارعة، وبعضنا يملك ذكاء صوريا يستطيع أن يرسم لوحات جميلة ويكون رساما ماهرا يرسم أجمل اللوحات. كل واحد من هؤلاء يملك مهارات وذكاء في مجال محدد من الحياة، وعليه أن يركز كل جهده ووقته لتطوير قابلياته ومهاراته في الذكاء الذي منحه الله إياه. أنت ذكي وعليك أن تعرف نوع الذكاء الذي منحك الله إياه وتعمل على تطويره من خلال الممارسة والمواصلة والصبر. وإن فشلت يوماً بعد أن تحاول وتحاول، فاعلم أنك في غير تخصصك ويمكنك أن تنجح في مكان آخر لأنك ذكي. بكم أصدقائنا، وشفنا وياكم هذه الفقرة الكلش كلش حلوة، فقرة السيد إيجابي اللي دائما تعطينا النصائح والحكم والطاقة الإيجابية دائما. وعجبتني اليوم فقرة اليوم اللي تحدثت في موضوع جدا مهم، للأسف قد يكون منتشر الآن في بعض الطلاب، يعني في نفسياتهم يحكم على نفسه في دائرة معينة في موقع معين، يشوف نفسه دائما فاشل في هذا الموقع يبطل من كل شيء. دائما أصدقائنا إذا شفتوا نفسكم في هذا المكان أنتم غير جيدين أو غير ملمين بهذا المجال، حاولوا تطورون من قدراتكم تتحولون إلى مجال آخر، أكيد بالجد وبالاجتهاد أكيد وبالعزيمة والإصرار راح تقدرون توصلون لهدفكم، وأنا متأكد كلكم أذكياء وكلكم مبدعين. وملاحظة أخيرة ومهمة، دائما الشخص الإيجابي هو اللي راح يكون ذكي ومبدع، فعليكم دائما تكونون أشخاص إيجابيين. وعلى طاري الأشخاص، ذكرنا الأشخاص، إحنا وصلنا وياكم إلى فقرة جميلة جدا نستقبل بها اتصالاتكم الحلوة، وأكيد نسمع بها صوتكم الرائعة، وبخلال إجاباتكم إن شاء الله نكتشف أنتم أذكياء وإيجابيين لولا. حضروا نفسكم أصدقائنا، وأنا قلت لكم متأكد أنتم أذكياء وشطار وإيجابيين، حضروا نفسكم لهذه الفقر اللي راح يشاركني بها سعيد وحزين بعد الفاصل. الآن اتصل واربح. كلش جاهزين ومتحمسين حتى ناخذ اتصالاتكم الحلوه، وكلش كلش والله مشتاقين لكم، وان شاء الله راح ننطلق من محافظه بابل العزيزه، واول اتصال راح يكون ويسعد لحزين. انت لا انا حزين. حزين يلا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم من بابل مو صحيح؟ شنو الاسم؟
مريم محمد من بابل. مريم محمد من بابل. مريم تريدين سؤال ولا مشاركة؟ مشاركة. يلا مشاركة نسمع. جميل زين نسمع المشاركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الله العظيم. شكرا بارك الله فيك على هذه المشاركة الحلوة، وأكيد دائما احنا نشجعكم، وما شاء الله أول مشاركة ويانا هي كانت لقراءة القرآن الكريم. مع السلامة، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال آخر، ننتقل إلى بغداد وصديقتنا رقية. عليكم السلام رقية، سعد الله أيامكم والثبات على الولاية رقية. رقية باسم. هلا برقية باسم من محافظة بغداد. زين رقية بياصر. ها رقية. انت بياصف. ما افتكر. زين عندي سؤال لك صديقتي رقية. عندنا احد الائمة سلام الله عليهم عنده بنت باسم رقية. شنو اسم هذا الامام سلام الله عليه؟ الامام الحسين. عفيف الشاطرة. الاجابة الصحيحة. وتستاهلين يدخل اسمك ويانا بالقرعة. نعم شنو تقولين؟ رقية مال. ها رقية ماهر. تمام. زين. هسه. مالك. واضح ان شاء الله. العاد ان شاء الله انت فايزه ويانا صديقتنا الشاطره ويا رب ان شاء الله. وهسه صلحنا اسمك من رقيه باسم الى رقيه ماهر. مو تمام. شكرا جزيلا. مع السلامه رقيه. شكرا لاتصالك، سعدنا وسررنا كثيرا. هسه وين نروح؟ الى الاهواز. يلا خلينا نروح للاهواز. يلا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسعد الله ايامكم، كل عام وانتم بخير. صوت على الولايه ان شاء الله. انتم بألف خير. الله يسلمكم. شنو الاسم واسم بابا؟ سرور محمد. سرور محمد. سرور، بمناسبة عيد الغدير شنو الأجواء احتفاليات يمكم؟ الأجواء حلوة والشوارع مزدحمة. حلو. وفي الحسينيات يقيمون الاحتفالات ويوزعون الطعام. ما شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. مأجورين ومتابعين إن شاء الله. ربي يبارككم. سرور عندي لك سؤال كلش حلو. تمام؟ نعم تفضلوا. تمام. ما صلة القرابة بين الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم والإمام علي عليهم السلام؟ يلا فكري. ابن عمه. صح. صحيح. إجابة صحيحة. هذا اسمكم دخل للقرعة. مع السلامة. السلامة. تنورون باتصالاتكم كل محافظات والدول العربية. مع السلامة. شكرا تحياتنا. أخذ اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو الاسم؟ عليكم السلام. وقعت براء صباح. شنو؟ براء صباح. براء صباح مو صحيح؟ من محافظة بغداد. أهلا وسهلا بكم. أنتم بخير وصحة وسلامة على الولاية إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بيك. أهلا بيك. زين ناخذ سؤال. يلا. يلا. خلي تكون جاهزة ومتحمسة. جاهزة مو للسؤال؟ يلا انطيها سؤال. من هي زوجة الإمام علي عليه السلام؟ يلا فكري. حماس حماس. يلا يلا بسرعة بسرعة جاوب. من هي زوجة الإمام علي عليه السلام سلام الله عليها، بنت النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم عليه؟ براء. سمعينا. ها براء. ألو. ألو. موجودة يقولون براء. براء. لا براء. كلكم مشكلة. مع السلامة. وهذا اسمكم دخل للقرعة. يستاهل أكيد. زين ناخذ اتصال آخر. سلام عليكم. بنين من النجف. أهلا بنين من النجف، حياك الله. أسعد الله أيامكم والثبات على الولاية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. بنين اسم بابا شنو؟ وليد. اسم بابا أمير. زين أنت بياصف. بنين وليد. ما شاء الله. طيب. وميض. ها وميض. وميض. من النجف. تمام. زين بياصف أريد نعرف. بالثاني المتوسط. بالثاني المتوسط. زين عندنا إلي السؤال، طالما اسمك بنين، أم البنين منو ابنها المغوار البطل؟ نعم. عليه السلام. منو؟ أبو فضل العباس. مولانا أبو فضل العباس. السلام عليكم. سنتي شاطرة عسيدي. دخل اسمك في القرعة. شكرا. مع السلامة. سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. الاسم اسم بابا ومن يا محافظة بس بسرعة اتصالات كثيرة. اسمي لقيا سلام من محافظة بغداد. لقيا سلام محافظة بغداد. لقيا كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وثبات على الولاية ان شاء الله. ان شاء الله. انت عامل بخير. لقيا قبل شوية سألنا سؤال وما اخذنا جواب وانقطع الاتصال. السؤال هو من هي زوجة الامام علي عليه السلام؟ فاطمة الزهراء عليه السلام. صح اجابة صحيحة. جميل. زين شكرا جزيلا. اسمكم دخل القرعه. سلامه. اتصال اخر ويا حزين. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو للاسف فقدنا اتصال محافظه البصره. شكرا جزيلا. ما شاء الله يعني فرحين جدا ومسرورين كثيرا. احنا دائما ننتقل من محافظه لمحافظه وهسه خلينا نشوف وين ودانا الكنترول يا محافظه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا. هذا صوته قريب يمكن هنا بالابراهيميه. شنو الاسم؟ محمد علي محمد. محمد علي محمد من اي محافظه؟ بابل. نيل؟ بابل. قريب علينا من بابل. قريب اي مو 15 كيلو. يلا اريد من عندك مشاركه حمودي. تريد سؤال؟ متى يوافق يوم عيد الغدير؟ 18 متى يوافق يوم عيد الغدير؟ متى؟ يوم 18 ذي الحجة. قول مو 18 ذي الحجة. ها يا يوم. أنا سمعت قال 18 ذي الحجة. ها يلا جوابك صحيح. عاشتين لي. سلامة. على السلامة. تحياتي. صار آخر. ما شاء الله. سلام عليكم. كلش هواي. جميل. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. شنو الاسم؟ عباس سلام محافظة بغداد. عباس سلام محافظة بغداد. عباس سلام؟ اي نعم. زين محافظة بغداد. طيب عاشت ايدك. اهلا وسهلا. ناخذ سؤال. جاهز؟ جاهز. محافظة بغداد. من محافظة بغداد عباس سلام. تري سؤال او مشاركة؟ السؤال يقول ما هو عيد الله الأكبر؟ أكو اسم ثاني إليه؟ هو هذا السؤال. عيد الغدير أو عيد الفطر عيد الله الأكبر؟ عيد الغدير. عيد الغدير. جميل. نشكرك وتحياتنا إليك. نتمنى لك الموفقية والنجاح. يقولون باقي لنا اتصال واحد. مين راح يكون وياه؟ زين العابدين من ذي قار. سلام عليكم. عليكم السلام. زيون شنو اسم بابا وشوية تحمس؟ عدنان. زين عابدين. زين عدنان. كأنك نايم. شوية حماس حماس. زيوني. ها زيوني تسمعني ولا لا؟ اي. زين السؤال ويا سعيد. زيوني من هو والد الإمام زين العابدين عليه السلام؟ الله ركز. الإمام الحسين. الإمام الحسين عليه السلام. عاشتينك. شكرا جزيلا. تحياتنا. والكنترول هدا لكم أيضا اتصال آخر. خلينا ناخذ الاتصال. سلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا ومرحبا. منو ويانا؟ شنو الاسم؟ لارين نواه. نريد الحماس وتعيدوا لنا الاسم. لارين نواه. لارين نواه. لارين فلاح لو لواء؟ لواء لواء. ها لواء. طيب من يا محافظة؟ كربلاء. من كربلاء. حياكم الله. زين سمعينا مشاركة وتختمين بها البرنامج أو الفقر عفوا؟ ممكن سؤال. ممكن سؤال أكيد. من هي زوجة الإمام علي عليه السلام؟ أريدك تركزين شوية ترجعين معلوماتك. ها لارين. أم الزنين. اي صح. احنا هذا السؤال مكرر فعلا ذكرناه قبل شويه وكان المفروض يقول من هي زوجة الامام علي الثانيه. صحيح مو صحيح. شكرا تحياتنا. مع السلامه. نتمنى لكم موفقيه اصدقائنا. صديقي مهدي صار الاوراق لونين فراح يروح. لازم نغمض. لازم نغمض. ايه اي عسيدك. يا الله سحبنا الورقه متصلة.
آخر متصلة والمرة العاشرة على التوالي. الفائزة معانا لارين لواء من محافظة كربلاء. كل التوفيق لارين، ألف مبارك لك يا رب، بالموفقية والنجاح دوم لكم أصدقائنا، ونعتذر منكم أصدقائنا الشطار اللي ما فزتوا ويانا، وأكيد صديقتنا الشاطرة لارين لواء عندها جائزة مقدمة من شركة آسيا سيل إلك إن شاء الله. أكيد الكنترول من بعد انتهاء الحلقة مباشرة راح يتواصل وياكم، وأكيد سررنا كثيرا بسمع أصواتكم ونهدي لكم الورود لكم أصدقائنا الشطار. نشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي عنها علينا اللي هي اتصالاتكم وسماع اصواتكم. هسه خلينا ننتقل وياكم الى مختار شارع الاصدقاء عمو فرحان. نشكر الله سبحانه وتعالى على التوفيق، كنا على مدار يومين محتفلين بعيد الغدير، نامل ان نكون عند حسن ظنكم اصدقائنا الاطفال الحلوين، ونحن معكم ايضا خلال الايام القادمه بهذه المناسبه الجميله. والى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم، على امل اللقاء بكم مع حلقه جديده ان شاء الله. مع السلامه. صلوات 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 صلوات.